والآن اسمحوا لي أن نقدم نحيل الكلمة للمهندس عمر سليم. في الحقيقة عمر سليم هو ينشط كثير في تكنولوجيا البناء، ولنا معه تجربة في ترجمة مصطلحات بيم ديكشنري. تعرف البيم هو منظومة جديدة في تكنولوجيا البناء، وهذه المصطلحات ترجمت إلى عدة لغات وشكلت فيها لجان وخلايا. فكان لنا الشرف أن نشتغل مع الأستاذ المهندس عمر سليم في مع مجموعة زملاء من الإمارات ومن قطر ومن العراق ومن مصر وحتى من أستراليا ولبنان ومن الجزائر أيضا. فإن شاء الله نتمنى أن الأستاذ المهندس عمر سليم يعطينا تجربته في تكنولوجيا البناء، يبين لنا أن كيف اللغة العربية ثرية وقوية حتى برغم كل التكنولوجيات التي تطرح. بالعكس، الآن المنصات العالمية والشركات الإنتاج التكنولوجي كلها تلهث وراء الترجمة للغة العربية، لما يعلمون أن المنطقة حيوية وغنية وثرية، فهذا لا يقل غنى عن غنى اللغة العربية. أحيل الكلمة للمهندس عمر سليم، ليتفضل. مشكورا ونرحب بك في الجزائر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير دكتور على التقديم. وقبل ما أبدأ أحب أهنئ المغرب على الماتش اللي عمله، رغم إن أنا ماليش في الكورة، لكن الشعب العربي كله كان بيشجع المغرب، ودي حاجة جميلة جدا إن إحنا في روابط وفي لغة بنقدر نتكلمها، عدد كبير جدا بيتكلم اللغة العربية. أتذكر إن كان في مهندس معانا هندي، كان السي في بتاعه ان هو بيتكلم 5 لغات هندي، فبقول له قول للاوفيس بوي انا عايز شاي، لان هو ما بيعرفش الانجليزي، فقال لي انا ما اعرفش، هو بيتكلم لغه سادسه. فتخيل ان ما يقارب من اكتر من 100 لغه في الهند في دوله واحده، المطعم لازم يكون فيه اكتر من شخص، فاحنا عندنا نعمه ان احنا كلنا بنتكلم اللغه العربيه وبنقدر ان احنا نفهم بعض. وكان جميل جدا ان قطر حافظت على الهويه العربيه، ممنوع اي مسؤول او اي حد قطري يلبس البدله او يلبس القميص، لازم يلبس الزي القطري، واي واحده لازم تلبس الزي القطري، ما تلبسش اي فستان. او فده جميل جدا ان احنا بدانا ننتبه للحضاره بتاعتنا. احنا محتاجين حاجتين لازم يبقوا الاثنين مع بعض، والاثنين دول متناقضين ومنسجمين في نفس الوقت، الاثنين متناقضين ومع ذلك هم منسجمين، اللي هو التشبع بالحضاره، التشبع بالهويه، ان احنا عندنا حضاره وهويه نفتخر بيها مش موجوده عند الغرب. الغرب لما بيجي بينبهر، سواء مثلا عندنا مثلا في مصر بينبهر بالاثار الفرعونيه، بينتبه للاثار الاسلاميه، مسجد السلطان حسن، بينتبه لكل الحاجات اللي موجوده. ما فيش امه هتقدر تقوم وهي مش عارفه الحضاره بتاعتها. فاحنا لازم يكون عندنا حضاره، لان احنا لو حصل عندنا انفتاح على الغرب احنا هننسحق قدامه، لان احنا ما نعرفش الحضاره بتاعتنا. فالحاجه الثانيه انفتاح ثقافي، يبقى عندنا انفتاح ثقافي، بس لما نكون واثقين من نفسنا وعارفين الحضاره العربيه والاسلاميه وفخورين بيها وعارفين الانجازات. لما واحد امريكي مثلا بيتكلم معانا في العماره، فبنسخر منه، نقول له عمارة ايه؟ انت الحضارة بتاعتك كلها 150 سنة، المدرسة التفكيكية والمدرسة ما بعد الحداثة وكل الكلام ده. تعالى يعني ممكن نذاكر العمارة الأمريكية دي في يوم، تمام؟ في نص يوم حتى. إنما لما تيجي تدرس الحضارة العربية والإسلامية محتاجة سنين، عشان مثلا مصر جزء من الحضارة وليس كل الحضارة، لكن عشان تدرس هتلاقي الحضارة في فترة بتاعت المصريين القدماء، الفترة بتاعت المماليك، فترة العمارة العثمانية، في عشرات الحضارات وعشرات المعمارات، وكل ما تقدر تبص كل واحدة ليها الطرائز اللي يمثلها. لما نيجي نتكلم على أبرز علم موجود حاليا، وده ليه ارتباط كبير جدا بالعمارة، العمارة أصبحت بتشكل جزء منه، هو بيشكل جزء من العمارة، الذكاء الاصطناعي مثلا، ده أكتر علم حديث. نلاقي ان كل ما تفتح كتاب في الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق وكل الحاجات ديت، تلاقي يقول لك ان اسس العلم دوت عملها او قايمه على الخوارزمي.
فنلاقي الخوارزمي هو اللي حاطط اسس العلم دوت، وحتى الان بيستفادوا من النظريات بتاعته، وكل ما تطلع حاجه جديده يقول لك دي خوارزميه معينه اصبحت موجوده في اللغه بتاعتهم. لما نيجي نتكلم برضو على الانسان الالي، نلاقي ان هو برضو بيرجع ليه علماء عرب اشتغلوا فيه زي الجزري، وعمل روبوت من مئات السنين. فاحنا عندنا الحمد لله حضاره يعني نقدر نفتخر بيها قدام الغرب. وعندنا اللغه العربيه، اللغه العربيه كان احد الشعراء اللي هو حافظ ابراهيم شاعر النيل بيقول: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي. ما كان بيقول ان اللغه العربيه دي ما تقدرش تشيل المصطلحات العلميه والتكنولوجيا، رغم ان اللغه العبريه لغه فقيره جدا ولغه ضعيفه جدا، وكانت لغه ميته ما كانش حد يعرفها، والراجل قعد ان هو ياخد شكل الحروف ويبدا ان هو يدخل منها مصطلحات من اللغه الالمانيه ومن اللغه العربيه والحاجات دي كلها، لحد ما قدروا ان هم يحيوها وان هم يبداوا يعتمدوا عليها. فبيتكلم حافظ ابراهيم على لسان اللغه العربيه وبيقول: وسعت كتاب الله لفظا وغايه وما دقت عن اي به وعظاتي، يعني كتاب ربنا كله باللغه العربيه، فكيف اضيق اليوم عن وصف الات وتنسيق اسماء لمخترعاتي، انا البحر في احشائه الدر كامل، فهل سالوا الغواص عن صدفاتي. فاحنا عندنا الحمد لله اللي نفتخر بيه كلغه، ولغه تقدر انها تستوعب كل المصطلحات اللي ممكن تكون موجوده، وان احنا نفهم العلوم باللغه العربيه او باللغه بتاعتنا خلاص ما اصبحش فيه اختلاف. يعني العلماء كلهم حاليا كل اخر النظريات الحديثه ان الواحد لو اتعلم بلغه بلده ده هيكون افضل بكتير، لما اتعلم باللغه اللي انت بتتقنها اللي هي اللغه الاولى ده هيكون اريح بكتير واسهل ليك واكثر استيعابا، بدل ما هتستوعب 30 40% لان المخ بينشغل بالترجمه، لا انت خلاص انت بتتكلم باللغه بتاعتك. بالنسبه لبيم اريبيا هي الفكره كلها انطلقت من كده، يعني من زمان جدا انا كنت بفكر في حاجه وانا لسه يعني بدرس، في ناس كتيره بتدرس في الغرب، طب لو كل واحد فيهم فتح صفحه على النت وكل ما يتعلم حاجه يترجمها، تخيل كميه الترجمه اللي ممكن تحصل لنا. احنا محتاجين ان يبقى عندنا كميه ترجمه كتيره جدا. زمان الترجمه دي كانت الدوله بتصرف عليها وبتصرف عليها بشكل بازغ جدا، اللي بيترجم كتاب كان ممكن ياخد وزنه مثلا ذهب او ياخد كذا، او يكتب له ان انت مثلا ليك راتب شهري مدى الحياه مقابل ان انت متفرغ للترجمه. فاحنا محتاجين كل الطلبه اللي هي مبتعثين بيدرسوا بره في امريكا وبريطانيا والمانيا، ان هم كل ما بيدرسوا حاجه يترجموها، كل ما يدرسوا حاجه يترجموها، يعملوا فيديوهات يشرحوها، فده هيساعد كتير جدا على تقليل الفجوه بيننا وبين الغرب. فبدانا في بيم اريبيا ان احنا نبدا نشوف جزء بسيط جدا، احنا نفسنا نبقى يعني حرف في سطر في صفحه في عوده الامه للحياه بتاعتها. احنا لا نطمع الا ان احنا نعمل جزء صغير، واحد تاني في الطب يعمل الجزء دوت، وواحد تاني في المحاماه يترجم برضه ويجيب لنا اخر الحاجات، بحيث ان في الاخر نلاقي ان كل العلوم تم ترجمتها، ولما تتم الترجمه هنبدا ننتقل بعد كده ان احنا اللي نخترع وان احنا نسبق. بس احنا مش هنقدر ان احنا ننافس واحنا مش عارفين ايه اخر ما وصل اليه الغرب والشرق وكل الناس اللي حوالينا، لازم يبقى عندنا انفتاح ثقافي مع افتخار باللغه بتاعتنا. ففي اكتر من مجال بدانا فيه، مثلا موضوع البيم ترجمنا الحمد لله اللي قدرنا عليه، لقينا ان في عندنا مشكله لازم نعترف بيها عشان نقدر نتخطاها، الا هو اختلاف المصطلحات بين البلاد. يعني ممكن الكولوم او العمود تلاقيه في الجزائر ليه مصطلح غير اللي موجود في مصر، غير اللي موجود، فلذلك اتفقنا ان لازم يكون التيم من اكتر من مكان. وكذلك في مجال اداره المشاريع مع بعض الناس المتخصصين في اداره المشاريع قعدنا ان احنا نترجم برضو فكره كل المصطلحات اللي بتيجي غريبه، زي مثلا كان في لين مانجمنت واجايل مانجمنت، المصطلحات دي بالنسبه لنا قريبه من بعض فلازم تترجم. في برضه في الجي اي اس اللي هو الجغرافيا بدانا ان احنا نشوف المعلومات الجغرافيه دي ازاي ان احنا نترجمها، وبالذات في الاوبن ستريت ماب، فعملنا فريق ثالث بدانا ان احنا نترجم. موضوع الترجمه بيفيد اللي بيترجم وبيفيد الناس اللي حواليه، ممكن انا قدراتي محدوده بس عندنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو ايه فرب مبلغ او عليها من سامع. ممكن انا ما اقدرش اعمل حاجه لكن اترجم لحد، فالحد ده
يقدر هو يعمل تكنولوجيا، ويقدر ان هو ياخد جائزة نوبل، ويقدر ان هو يعمل اختراعات تنفع البشرية. فكل واحد ما يستصغرش من المعروف شيء، فرب هم أحيت أمة. كل واحد فينا يقدر يعمل جزء بسيط، ما يكسلش ويبدأ ان هو يعمله. عرفت معلومة ممكن تحطها، تلاقي حد علق عليها، حد تعلمها، حد استفاد منها، وهكذا. ما تقولش لا انا لازم ابقى دكتور في الجامعة عشان ابدأ اترجم. لا، انت ممكن وانت لسه طالب عرفت معلومة جديدة مش موجودة بالعربي، ترجمها واحتسب الاجر عند الله. وجزاكم الله خير، واسف لو كنت طولت. شكرا لك المهندس عمر، يعطيك العافية، وإن شاء الله خلال النقاش نسترسل الكلام إن شاء الله.